باش تحيد ليك واش ليا. السلام عليكم. وي بونجور جو مابيل كيكي. سي بيان. سلام البنات، سلام حبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير بصحة وعافية. سمحوا لي على هاد التعطيلة هذه، قلت لكم بان غادي ننزل لكم تقريبا الفيديوهات ديال يومياتي في العطلة، ولكن ما كناش في الدار وما كناش في الدار دونك حيت ما تنكونوش في الدار تنكونوا مسافرين شي بلاصه، يعني ما يمكنلكش انت ديري المونتاج في الليل، تتحاولي تستمتعي في العطله نتاعك في الاوقات اللي تدوزيها مع العائله. صورت لكم بعض الاشياء، وان شاء الله من هنايا غادي نبدا ننزل لكم بشويه بشويه الفيديوهات، دونك غادي نبدا نحاول نخدم مزيان على المونتاجات في الليل. نتمنى تكونوا بعدا كلكم بخير، كدايرين مع هاد البرودات؟ واش في عطله؟ واش ماشي في عطله؟ دابا العطله غادي تدرد، ديجا السيمانه الاولى ديجا راه مشات، باقي دابا السيمانه الثانيه، حنايا كاين عندنا 15 يوم بالنسبه للمولين المغرب، تنظن بانهم غادي يخوضوا العطله الاسبوع اللي غادي يجي. يمكن اكتبوا لينا هادشي في التعليقات. الى تعجبكم هاد الفيديوهات يلاه نشجعوا سما، نخليوا لايك لهذا الفيديو هذا، دركوا لي تعليقاتكم التحت في صندوق الوصف. اش غادي يكون ان شاء الله في هذا الفيديو؟ هذا الفيديو غادي نكمل لكم الجوله، ديك النوبه قلت لكم غادي ندير لكم جوله في نوز، وفعلا دخلت النوز وصورت لكم هذا المكان. بزاف تيسول عليه وبزاف عارفو. بالنسبه للبنات اللي ما تعرفوش شنو هو المحل ديال نوز، اليوم غادي تعرفوه. مشي لينا كلينا وفي الليل قلتوا لنا اشدره بين ميسا وباباها على حسب النتيجه ديال الدوره الاولى. غادي نوري لكم ان شاء الله اشدره، وهي بتوري لكم بعض الاشياء اللي جبتها من المدرسه. دونك اذا باقي شي وقت والفلوق ما جانيش بعدا طويل، غادي نزيد لكم بعض الاشياء. اذا ما باقاش ان شاء الله غادي نكمل لكم داكشي اللي درنا في الفلوق رقم 3. الفلوق رقم 1 راه غادي ندير لكم الرابط ديالو في صندوقي الوصف، درت لكم دويره في جي في ونال اعجاب العديد 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 منكم. يلا غادي دابا نرجع معكم دور، غادي نبداو دابا على بركة الله. بقية دي بيرل، ها؟ بقية دي بيرل. تأتى. سلوغ بسلوغ. في لالية. Alors, bonjour, je m'appelle Kiki. C'est bien. Oh, je suis sortie d'un œuf. Ah, c'est bien. Je suis sortie d'un œuf. Voici mon papa et ma maman. حبيباتي، غادي نشرح لكم ما هو المحل ديال نوز. محل ديال نوز تيكون محلات اللي هما كبارين بزاف، وتيكونوا مشاركين فيهم بزاف ديال لي مارك، سواء ماركات غاليين او ماركات رخيصين، ماركات خارج الوطن او داخل الوطن. بالنسبه للنوز لانني تمشي ليه فيه بزاف، لحقاش تيتغير هادشي من نوز الى نوز، من محل الى المحل. هذا اللي تمشي ليه في الملابس، في الاواني، في الديكورات، فيه الأحذية، فيه الماكلة، فيه كل شيء، جميع الأشياء التي تخص بالأطفال، فيه اللعب، فيه القصص، فيه الكتب، فيه كل شيء. بيني وبينكم أنا ما تنخدش هاد الأشياء هادي، علاش نقلب؟ تنقلب على الهميزات بحال هادو اللي تتشادو معايا الآن اللي هزانية في يديا، فغيمون هميزات زوينين تتباعو بستة أورو، يمكن 77، غادي يبان لكم الثمن بعد قليل، 6.99 أورو. هاد لي بوجوغادو على الأقل إذا بغيتو تخدوهم في لاميزون دي موند على الأقل خاصكم 26 أورو الوحدة، وكاينين جوج، غادي يجيو لكم روعة فوق المائدة. كاينين عاوتاني الديكورات، مغاديش تلقاو بزاف ديال الأشياء، ولكن خاصكم تقلبوا. وكاين لي هاد النوز تيمشي يجي فيه دويرة كل نهار باش يطيح على شي هميزات يكونوا زوينين فغيمون، بعض المرات تطيح على شي حويجات رخاصين وهميزات فغيمون زوينين وراقيين جدا. بالنسبه للفلوق الفارط اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالو التحت في صندوق الوصف، يومياتي اخر فلوق عملته في 2017 راه درت فيه جوله في جيفي، نالت اعجاب العديد منكم، ووريت لكم هاد الديكوراسيون اللي هزت انايا في يديا، وبانوا لكم كم شي 12 اورو الديكور الواحد. هادو هنايا تتباعوا ب 6 اورو شي حاجه، الثمن ديالهم نص ديال الثمن هذاك اللي وريت لكم، كان تيتباعوا ماشي موصلش 12 اورو في جيفي، ولكن ديك 9 اورو شي حاجه فريمون. هادو هما اللي ولاو مؤخرا
ماشي ستيل ديالي، ولكن هادو هما اللي ولاو في جميع المحلات يديروهم الناس فوق الكوفوز نتاعهم، فوق الطبالات ديال الصالونات، فريمون تيجيو فريمون زوينين. هادو انايا فلاشيت عليهم، قولوا لي كيف جاوكم في التعليقات، وتديروا فيهم الصوارت في الداخل، تبقاو الصوارت مخبيين بالنسبه للناس اللي تتضروا لهم الصوار، تحلقوهم هنايا وما تعرفوش، يعني تبقاو ديسكري معلقين في هذا فاز الطابلو هذا، تيجي زوين كلي كاع تعلقيه في الحيط. وكاين عاوتاني واحد الديكور مبل صغير هذا تشهدوا معايا الان، تحطي فيه اشياء عديده سواء في البيت نتاعك او سواء في الكوزينه ولا في الصالون ولا في شي حاجه تحطي فيه الخيوط، تحطي فيه فريمون زوينين. فريمون كاينين شي ديكورات اللي هما ستيل لا ميزون دي موند وبثمن اللي هو مهرس، يعني فريمون تيهرسوا ليهم الثمن. ميسا دائما تتمشي الغيون اللي فيه القصص، اللي فيه الكتب، اللي فيه دوك الكتب اللي تترسم فيهم، تعجبها هذا الغيون هذا، والثمن تاعو راه هو رخيص جدا. ونعم نوز تتبيع حتى المواد الغذائيه بماركات اللي هما مختلفه، ما فيهاش شي حاجه بين قوسين مغربيه او عربيه، ولكن بزاف تتجه للماركات الايطاليه، الماركات الفرنسيه اللي هما تكسروا الثمن. من بعد ذلك غادي نمشيو للماكدو وغادي نشرح لكم او غادي نتكلم على واحد النقطة، ماشي 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 حزات فيا، ولكن واحد النقطة اللي أنا بغيت نشرحها بالنسبة للناس اللي هما تيتبعوني على القناة. بعض المرات تنخرج تندير الفلوقات أنا وعائلتي، ولكن تلاحظ بأنه كاين هجوم تحت كل فلوق من بين من طرف شي وحدين، تيجيو تيتهموني بأنني نتناول شي حوايج ماشي حلال. وانا وقت ما انا مشيت للماكدو، وقت ما مشيت للكويك، وقت ما مشيت شي ريستوران اخرى، تنخذ الحوت. والغريب في الامر بان البعض ما تيخدش حتى الوقت باش يشوف اش تنخذ. راه تنوري لكم بانني تنخذ الحوت، سواء لزوجي، سواء لوليداتي، سواء ليا انايا، تيتبعوا لي كومونتير. فوالا، تيكون كومونتير واحد، اش تشد دوك ليا هادشي راه ماشي حلال، واش نتي مسلمه، واش نتي واش نتي، صافي الاخرى تتبعها، او الاخر تيتبعها، ولا الاخر تيتبعها، ولا الاخر تيتبعها، وتدخلوا الذنب. راه هادشي تدخلوا فيه في الذنب، راه خاصكم تشوفوا اش تنوريكم. حلوا شو شويه عينكم، تنتكلم مع البعض، خاصو يحل عينيه ويشوف اش نوريه. راه مكتوب مكتوب فوق البواطه بانه حوت، بانه فيش حوت، يعني حوت، ماشي الحب، ماشي دجاج، وماشي خنزير. هادشي غير بين قوسين بالنسبه للناس اللي تينتقدوا غير باش ينتقدوا، راه ما تناكلش شي حاجه اللي هي ماشي حلال. اليوم غادي نجاوبكم على هذا السؤال. علاش قلت غادي نجاوبكم على هذا السؤال؟ حيت بيني بينكم ماشي انايا اللي حيدت لي كلش ديال النيس، ماشي انايا اللي خدت لي انيسياتيف باش نحيد لي كلش ديال النيس، ماشي انا. كيفاش تجاك التكنيك باش تحيد لي كلش ديال النيس؟ السلام عليكم. وي ماما. وي Bah, il faut enlever carrément la couche. Oui. Et le mettre donc pratiquement toute la matinée. Oui. Sur le pot. Oui. Jusqu'à ce qu'il fasse pipi ou caca. Oui. Et là, il faut le féliciter, lui dire c'est très bien, Yannis, ce que tu as fait, c'est très très bien, bravo à toi. Il faut l'encourager. Oui. Et voilà. Mais même si le premier jour, voilà, il comprend pas, le deuxième, il comprend un peu mieux, et au bout du troisième, quatrième, et tout, ça va mieux. Oui. Et bah, quand tu l'enlevais du pot, c'est là qu'il faisait pipi et caca. Ah oui. Bah oui, parce qu'il n'a pas compris. Il n'était pas à l'aise sur le pot. Non. Voilà.
Bah, et alors, quand il fait pipi et caca, qu'est-ce que tu fais? Et bah, il faut lui dire c'est pas bien. Oui. C'est pas bien. Oui. Il faut le remettre sur le pot. Oui. Et en lui disant c'est là que tu dois faire, Yannis. C'est là que tu dois faire. Mais il y a eu des accidents, il a fait des. Ah, bah oui, pendant plusieurs jours. Déjà, dans le pipi, caca, après, juste après l'avoir mis sur le pot, c'est là qu'il fait pipi et caca. Oui. Et donc, on change trois. J'ai changé trois fois de pyjama. Par jour. Par jour. Trois pyjamas. Trois pyjamas par jour, quoi. Voilà. Bah, trois. Pour faire des lessives. Pour faire des lessives. Bah oui. Partir, comment tu vas jouer tête? Au bout d'une semaine. Une semaine? Oui. Une semaine, il a compris le principe. Oui. Et lui, il allait de lui-même sur le pot. Il disait papa, je veux faire pipi. Papa, je veux faire caca. Et il allait. Il prenait la direction des toilettes. D'accord. Bon, il ne faut pas punir, ça ne sert à rien. Il faut juste lui dire c'est pas bien. Il faut hausser le ton. Oui. Il faut hausser le ton et l'envoyer sur le pot tout de suite après qu'il ait fait dans sa culotte. Tout de suite après. Et lui dire c'est là qu'il faut faire pipi et caca. Bah bon courage pour toutes les mamans et soyez patientes avec vos petits. Il faut être présent du matin au soir. Moi j'en ai profité quand j'étais en vacances. هو حيت لي لي كوش في السيمانه ديال العطله du matin au soir. ساعه لا بودا خاص يكون واحد مقابل غير هذاك الولد وقت ما دار بيبي كاكا في البو خاصكم تشجعوه قولوا فرحوا به قولوا مزيان 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 تا بيان تا في بيبي في البو تا في طول طول دائما هما تيحسوا بانهم تيديروا شي حاجه فهمتوني يعني دائما تشجيع دائما تشجيع الا بغيتوا ولادكم ينجحوا لكم في شي حاجه دائما خاصكم تشجعوهم باش مره اخرى يديروا عاوتاني نفس الحاجه ولا بغيتوا عاوتاني ما يديروش هذيك الحاجه راه وقت ما داروها خاصكم لو ماتان دي الريفاي dès le réveil le matin, enlever sa couche de la nuit et l'emmener directement dans les toilettes. Directement dans les toilettes. Sbah. Ir haydou li les couches ديال الليل, ana ba3d marra talqa li couches ديال Yannis nashfin, tathzi tathti f toilette ou tqouli directement toilette. Andakom ygoul likom blati dghia. باش لكم كل شيء يفزق لكم حوايج ويفزق لكم البيجاما نتاعتو ديك الساعه تيبقى مزيط غير يطلق هي الفوا يفيق ديريكت مول طواليت بحال يانيس كما شاتو معايا في الروتينات ديالي اون فوا تيفيق تيمشي ديريكت مول طواليت تيدير بيبي ديالو تيدير كاكا نتاعتو بعض المرات تيدير كاكا قبل ما يخرج للمدرسه هي وبيبي وبعض المرات تيدير غير بيبي بوحدو حتى في المدرسه فاش ديتو للمدرسه قالوا لي تبارك الله عليه من بين الوليدات كاع الاخرين وقت ما تجي كاكا وتيجي بيبي تيمشي للطواليت بوحدو لحق جاي دوك دايرين لي درت لكم انا واحد الجوله صغيره في القسم ديال في القسم في المدرسه ديال تيانيس وتما كاينه واحد الطواليت فيها كليليسات صغيورين تيمشي بوحدو تيدير بيبي تيطلع سروالو تيصد صدفتو وترجع لبلاصتو تيغسل بيان سيغ يديه العاده ديال اليدين هذا اللي علمتها ليه في الدار لابد من غسل اليدين من بعد الطواليت خاصكم تولفوهم وليدات نتاعكم الا ولفتوهم شي حاجه راه غادي يعتزوا عليها وبون كوراج بوغ توت لي مامون اللي هما بيحيدوا الكوش ديال الوليدات نتاعهم راه في الاول غادي تفقصوا غادي ترينفاو غادي تقولوا لك بك عباد الله الوليدات نتاعكم كان غادي يمرضوا لحقاش غادي يضربهم شي شويه ديال البرد ولكن راه من بعد 10 ايام تنأكد لكم من بعد 10 ايام الا درتي لهم هادشي اللي قلنا لكم اليوم راه الوليدات نتاعكم راه صافي راه غادي يولفوا راه غادي يحيدوا الكوش في خطر. يلا دابا دخلنا من المدرسه كوا سي كوا سي يانيس سامبا سي كوا سا توا سي توا كي في سا وي سي كوا سا سان سابان وي سابان باه وي ماشي لي فان سابان مونتر مو ماشي شوف كي ما فوتو دون اه باه لي بوتون سابان ما شيري ميرسي سي ما كي ديكوري تو تو Ça. Ah oui, ça, ce sont les dessins de Yannis, quoi. Là, on dirait une tête. J'ai une tête. La tête. Tu reconnais? Hmm? Tu reconnais? Ouais. On est là, je pense. Là, c'est le. Allez, tu remets ça. Je veux voir ta dictrice, s'il te plaît. Allez. Oui. C'est bien, mon amour. C'est toi qui as fait ça. Oui.
C'est bien. Il va colorier aussi. Oui, il va colorier ça. C'est quoi? C'est ça. Ah, c'est toi qui as fait ça. C'est quoi ça? Vocabulaire 8 sur 10. Orthographe 14 sur 20. C'est très moyen 14 sur 20. 14 sur 20? Non. Carrément. Il faut que tu aies beaucoup plus. Expression écrite 7,5 sur 10. C'est moyen. Poésie 9 sur 10, c'est bien. Opération calcul 7,5 sur 10. Numération 19,5 sur 20, c'est très bien. Géométrie mesure 9 sur 10, c'est très bien. Résolution problème de service, c'est bien. Bon travail dans l'ensemble. Très bonne participation, mais attention au bavardage. Écoute bien les consignes. Tu dois rester attentive et travailler régulièrement. Ben, j'écoute bien les consignes. Tu dois rester attentive. C'est pas bien. Arrêtez le bavardage. C'est pas pour autant que voilà, tu as le droit aussi de temps en temps de parler avec ta. Mais pas souvent. Et pas quand la maîtresse parle ou elle explique des choses. D'accord. Par contre, je suis pas content pour conjugaison même ça. Non, c'est pas bien 6 sur 10. C'est tout juste la moyenne. حبيبتي الفلوق ديال اليوم تكمل. غادي نتلاقاكم ان شاء الله عما قريب قريب جدا فلوقات اخرى، يمكن غدا ولا بعد غدا فلوق جديد، مغامرات جديده، اشياء عديده 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 قمنا بها في العطله بغينا نشاركوها حنا وياكم. ما تنسوا الى عجبكم الفلوق ديال اليوم نخليو لايك ليه. الى اللقاء. وفيها 1 2 3 4 5 6 فيها 6 ديال العجينه بالوان اللي هما مختلفه. هاي صوتي تيكون فيها الالوان. غادي تجي زوينه.